عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تانية ثانوي. معكم مس محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع مس محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها التانية ثانوي الترم التاني. خش وشوف أي فيديو أنت عايزه، هتلاقي الفيديوهات بكلها بالترتيب ورا بعضها، سواء الشرح اللي على السبورة أو الحل الامتحانات أو التمارين. النهاردة يا شباب ميعادنا مع أول امتحان من امتحانات كتاب برافو الترم الثاني يا شباب، كتاب الامتحانات. هنحل النهارده أول امتحان فيه، وقبل ما نخش على أول امتحان نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول امتحان يا شباب بتقول يا شباب كوفي تولو دي مونش، ماذا أنت تفعل يوم الأحد؟ ماتيلد بتقول سيتان جور دي كونجي جورونج ما شامبر، إنه يوم عطلة أنا برتب حجرتي. لوسي بتقول جو في مي ديفوار اي جو في اوكليب بورجوي افيك مي كوبين او تنس، يعني انا بعمل واجباتي وبروح النادي عشان العب مع صديقاتي تنس. زوي بتقول جوري باس مي فيتمو، انا باكوي الملابس بتاعتي. مي جو ني في با لي فيسيل، انا ما بغسلش الاواني. لويس بيقول جيد مون فرير اليكس افير سي ديفوار، انا اساعد اخويا اليكس في عمل واجباته. ايه ابري، وبعد كده جو باس لاسبيراتير، انا بكنس بالمكنسه الكهربائيه. اول سؤال يا شباب بيقول ريباس سيفيت مو لو ديمونش، مين اللي بيكوي هدومه يوم الاحد يا شباب؟ زوي. لوسي ايم، لوسي بتحب ايه يا شباب؟ بتحب التنس، لو تنس. ماتيلد ايه اون كونجي، نقط ماتيلد بتكون عندها عطله يوم ايه؟ لو ديمونش، لو ديمونش، اذا كان هو اصلا بيتكلم عن الديمونش. لو ديمونش لويز نوت بيعمل ايه؟ بس لاسبيراتير. الفصل الثاني يا شباب اجوردوي النهارده سي لو 30 ان ديسمبر، يعني 31 ديسمبر. ساره اورجانيز اند فيلي دو مود دون سا ميزون، ساره تنظم عرض موضه في بيتها. إل أنفيد سي زامي، هي بتدعو صديقاتها ساندي إيساندرا أفينير أفيك لاتيني دي ديفيلي، إن هم ييجوا بال أفيك لاتيني ديفيلي بالزي بتاع العرض. سارة فابورتي إن روب بلانش أبو روز، سارة سوف ترتدي فستان أبيض بنقط وردي. دي شو سير تالو وحذاء بكعب. كوم إكسسوار وكإكسسوار الفامتر دي بوكل دوغي، هي سوف ترتدي حلق ان باج اي ان براسلي وخاتم وحظاظ. اول سؤال بيقول لو ديفيلي با اتر نوات ديسمبر، الديفيلي سوف يكون يوم كم ديسمبر؟ ترونت اي ان. رقم 6 يا شباب لو ديفيلي با اتر، الديفيلي سوف يكون عند مين؟ عند ساره. لا روب دي ساره ايه؟ فستان ساره يكون ابوا منقط. ساره فابورتي نوات او ديفيلي، سوف ترتدي ايه في الديفيلي؟ هتلبس حذاء بكعب يبقى دي شوسير اطالو. سؤال الموقف يا شباب، اول موقف بيقول تو دوموند او فوندير لو بري دان بانطلون، انت بتطلب من البائع سعر بنطلون، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ كالي لو بري دو سو بانطلون، ما هو سعر هذا البنطلون؟ وهتقول كومبيان كوت سو بانطلون، كم يتكلف هذا البنطلون؟ رقم 10 بور ديكرير، ديكرير يعني تصف، لكي تصف حجرتك ماذا انت تقول؟ هتقول ما شومبر اي بيان رونجي، حجرتي تكون مرتبه قوي. وهتقول اليا ان لي اي ان ارمو ان ارموار، يوجد سرير ودولاب. بعد كده سؤال القواعد يا شباب، اول سؤال بيقول نوت انوراك، كلمه انوراك اللي هو الجاكيت المبطن فرو، ولو كلمة مذكر تبدأ بمتحرك يبقى ياخد ست. هلا بورت ان باج نوت اور، كلمة اور يعني ذهب، وكلمة ذهب مادة خام يبقى تاخد الحرف الجر اون. مسيو سيدي، وبعدين علامة تعجب ومديني نقط، عايز فعل امر مع مسيو يبقى متصرف مع الفو يبقى بريني. جون ان باج تو فير نوت فيتر، فير لي فيتر تنظيف الزجاج، فير لي فيتر. ال نوت دي ديكوريت سا شومبر، ال ايه؟ عندك هنا دو وفعل في المصدر، يبقى انا عايز اخد زمن ماضي حديث اللي هو بيتكون من فينير دو زائد المصدر. ايتون اورديناتير يبقى ايه؟ اوي،
أين يكون الكمبيوتر بتاعك؟ كلمة أوردي ديت اختصار كلمة أورديناتير اللي هي كمبيوتر. لا جيب ديكلير إيه تري نقط، الجيبة بتاعت كلير تكون إيه؟ تري، تري عايزين صفة مفرد مؤنث يبقى شير عشان الجيبة مفرد مؤنث. جو نوات اشتي ان بانترون نو جري، جو هيبقى جو فو اخرها اكس، انا اريد. كده يا شباب سؤال الايميل، اول سؤال فيه عندي يا شباب بيقول كوندي لا فيت دي مارياج دي تون فرير، كوند يعني متى تكون حفله زواج اخوك، تمام؟ كده سؤال. طب السؤال الثاني هو لا فيت اين تكون الحفله؟ اي كيس كو تو فابورتي ا لا فيت، وماذا انت سوف ترتدي في الحفله؟ تمام يا شباب، هنجاوب على اول سؤال كده بجمله كامله، متى تكون حفله اخوك، حفله زواج اخوك؟ هقول لا فيت دي مارياج دي مون فرير، حفله زواج اخويا ايه تكون، يعني هاخد كل حاجه من فوق يا شباب، كل حاجه هاخدها من السؤال نفسه، لا فيت دي مارياج دي مون فرير ايه تكون لو فوندردي يوم الجمعه، بس كل اللي انا عملته ايه زودت كلمه يوم الجمعه وعملت جمله كامله بس. طيب تاني سؤال بيقول ايه، هو لافيت اين تكون الحفله؟ هقول لافيت اي شي موا، الحفله تكون عندي او الحفله تكون في النادي اوكليب زي ما انت عايز. اي كيس كو تو فا بورتي لافيت، وماذا انت سوف ترتدي في الحفله؟ هقول جو في بورتي، لان هنا الجمله في المستقبل فلازم انا اجاوب في المستقبل، هقول جو التو هتنزل جو، والفا اس ديت هتتصرف بقى مع الجو هتبقى في، جو في بورتي في المصدر زي ما هو، انا سوف ارتدي ان كوستيم بدله بس كده، وفي الاخر هقول ابليس الى اللقاء. السؤال الثاني يا شباب بيقول ديكري تاميزو، اوصف بيتك تمام، ومديك هنا ديسكريبسيو الوصف، نمبر دي بي اس وعدد الغرف تمام، وهنزل لك اجابته حالا ان شاء الله. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل اول امتحان من امتحانات برافو، اتمنى ان تكونوا استفدتم يا شباب، وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.